أهلا بكم. للمرة الأولى في قرابة 7 سنوات هوى هذا الأسبوع سعر برميل برنت إلى ما دون $40، الضعف الذي يعتلي الأسعار نتيجة تخمة المعروض فقامته مجريات اجتماع من نوع مختلف لأوبك. الاجتماع الدوري كان انعقد على خلفية كلام حول إمكانية خفض المنظمة إنتاجها دعما للأسعار، لكن قرارات فيينا والأخبار التي رشحت من داخل الاجتماع أخذت الحديثة في اتجاه مختلف. وللمزيد ينضم إلي من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان. دكتور أهلا وسهلا بك مجددا في البرنامج. دعني أبدأ بالموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام وهو إسقاط أوبك لذكر سقف الإنتاج. ما أهمية أن يكون هناك سقف محدد للإنتاج أصلا؟ نحن نعرف أن سقف الإنتاج في الفترات الماضية كان إسميا نوعا ما وكان الأعضاء يتجاوزونه بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتي، سقف الإنتاج ليس له معنى في ظل عدم وجود حصص لكل منتج، وقد عطلت الأوبك العمل بحصص كل دولة عضو منذ فترة، وبالتالي هذا سقف الإنتاج إنما هو مؤشر لمجمل إنتاج الأوبك وليس ملزما لهذه الدول. وفي الواقع كل دول الأعضاء للأوبك ما عدا السعودية هي تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية، بالتالي فما لا معنى سواء وجد سقف للإنتاج أم لم يوجد، ليس هذا هو مربط الفرس. من هنا دكتور، هل ينطوي ما تداوله الإعلام الغربي عن نهاية لدور أوبك المؤثر كمنظمة أو حتى عن انفراد قريب لعقد هذه المنظمة، هل ينطوي على مبالغة أما أن ثمة ما يقلق في الموقف اليوم داخل المنظمة؟ لا، هي هذه ليست تجربة جديدة. الأوبك مرت بتجارب مشابهة في الماضي وعادت قوية كما كانت. هي الآن في موقف ضعيف نتيجة لاختلاف أعضائها وأيضا لعدم قدرتها على ضبط السوق وحدها. هي تنتج فقط حوالي 32% من مجمل الإنتاج العالمي، ولذلك طلبت مساعدة وتعاون الدول الأخرى غير الأعضاء بها مثل روسيا والمكسيك والبرازيل وغيرها، إلى الآن لم يكن هنالك تجاوب. وأيضا في إطار المنظمة هنالك من يرمي الكرة أو يرمي العبء على عاتق المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول مجلس التعاون، وهذا أمر غير ممكن. المنظمة أنشئت لأن يتعاون الجميع، وإذا كان هنالك منتج مرجح فجميع الأعضاء هم منتجون مرجحون وليست فقط المملكة أو المملكة ودول مجلس التعاون. إذن الأوبك صحيح أنها متعطلة الآن، وأنا أذكرها دائما في مقالاتي وغيرها بأنها في بيات شتوي، لكن هذا لا يعني أنها انتهت ولن تنتهي بإذن الله، لأن هذا هو التجمع التعاوني الوحيد، يكاد يكون التجمع التعاون الوحيد في مجال الاقتصاد لدول النامية، وبالتالي علينا المحافظة عليها، علينا الإبقاء عليها، وعلينا أن نطلب تعاون الآخرين معها من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق. طيب دكتور، فإذا السعودية عادت وأكدت هذه المرة أنها لن تلعب دور المنتج المرجح، مستمرة في سياستها. هل تتوقع أنت في المقابل أن يقدم أي منتج للنفط في العالم على خفض إنتاجه بشكل فردي؟ لا أتصور. أعتقد لو هنالك منتجون يريدون أن يخفضوا يستطيعوا العودة إلى الأوبك ومحاولة إجراء تخفيض جماعي، لأن من يخفض سيكون هو، وإذا كان وحيدا سيكون هو الخاسر، لأن هنالك منتجون جاهزون لزيادة إنتاجهم، خاصة العام القادم بوجود أو بعودة مزيد من النفط الإيراني والعراقي وغيرها، نجد أن السوق الفائض النفطي في الأسواق سيتزايد بشكل كبير، قد يصل إلى 3 مليون برميل يوميا أو أكثر، وهذا حجم كبير لا يمكن لدولة واحدة منفردة أن تخفض من إنتاجها دون أن يلحقها ضرر نتيجة لتجاوز الآخرون أو تجاوز الآخرين لمجمل إنتاجهم، وبالتالي يتم تحييد الكمية التي تم تخفيضها، إلا لو كان التخفيض إجباري. وأقصد بالتخفيض الإجباري أن هنالك منتجين ونسبتهم حوالي 20% من منتجي النفط الصخري
قد يترك الأسواق في المرحلة القادمة إذا ما استمرت الأسعار في حدود مستوياتها الحالية وهي في حدود الثلاثينات، وهذا أمر مزعج طبعا ليس فقط بالنسبة للمنتج الحدي وإنما جميع المنتجين، لكن هؤلاء المنتجون قد يتركون مؤقتا ساحة الإنتاج وبالتالي قد ينخفض جزئيا، لكن لو ليس بالحجم الذي يساعد على سحب المخزون أو سحب الفائض الكبير في الأسواق. دكتور، نبقى في نطاق 30 إلى 40 برأيك للبرميل حتى منتصف 2016؟ أعتقد ذلك. أنا أتصور أنه إذا لم يكن هنالك اتفاق بين كبار المنتجين في الأوبك وخارج الأوبك، وأيضا الكميات المتزايدة من الإنتاج من العراق ومن إيران، فإن الضغط على الأسواق سيكون كبيرا وستكون الأسعار في حدودها الحالية. قد يعني هي عرضة للتقلبات، نحن نعرف أحيانا الإشاعات والأحداث هنا وهناك، العوامل طبعاً الجيوسياسية طبعاً قد ترفعها بعض الشيء وتخفضها بعض الشيء، لكن المتوسط هو في حدود 35 إلى 40 دولار العام القادم إن لم يكن أقل، وأرجو أن لا تزور منطقة العشرين. دكتور، طيب في ميزان الكلي للأمور، يعني هل يمكن القول حتى الآن بنسبة ما أن أوبك بقيادة السعودية نجحت في التأسيس لرالي على المدى الأبعد رغم الآلام الحالية اللي عم بتصيب الموازنات المالية في ضوء كل ما ذكرت حضرتك أيضا عن وضع النفط الصخري؟ هي نجحت حتما بالنسبة لكون بعض الاستثمارات، هنالك حوالي 200 مليار دولار استثمارات كانت متوقعة ومخطط لها تم وضعها على الرف مؤقتا نتيجة للأسعار المنخفضة. الانتاج الحالي من النفط الصخري لن يخرج معظمه من السوق، إنما هنالك عملية خفض للاستثمارات في الفترة القادمة، وبالتالي الخفض في الاستثمارات مع تحسن طفيف متوقع في الطلب قد يؤدي إلى امتصاص الفائض تدريجيا، وقد تعود الأوبك إلى مركز القيادة، قيادة سيارة النفط مرة أخرى في خلال بعد عام 2020. لا أتصور أن السوق أو الدورة الحالية لسوق النفط تنتهي قبل عام 2020، هي دورة اقتصادية تتسم بتسيد المشتري قبل البائع، أو تسيد المشتري هو الذي يتحكم في السوق، والفائض سيستمر نتيجة لارتفاع المعروض العالمي وانخفاض نمو معدلات الطلب، وبالتالي سيكون هنالك ضغط مستمر على الأسعار نحو الانخفاض. حينما تأتي عام 2020 وبعدها قد نلاحظ أنه نتيجة لنقص الاستثمارات في قطاع النفط، فإنه سيكون هنالك توازن بين العرض والطلب، وستعود الأسعار في حدود 60 إلى 70 دولار في فترة ما بعد 2020، ما لم لا سمح الله تحدث هنالك أزمات عسكرية في مناطق إنتاج تؤدي بخروج بعض الإنتاج من المناطق التقليدية التي نعرفها من الأسواق. هذه قد تحدث مفاجآت في الأسواق وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أكبر بكثير مما هي عليه الآن. من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان، شكرا جزيلا لك. وفي كل حلقة